من أول ما شفت الدنيا كانت الأحزان مستنياني، لا أم تضمني في حضنها ولا حد يعتني بيا ولا حتى تعمل أسبوع. بيقولوا إني في أيامي الأولانية ما كنتش بعيط أبدا زي بقية الأطفال، ليل نهار ساكت خالص. المهم ابتدوا ناس كتير يقولوا إني وشي وحش وإن ولادتي هي اللي تسببت في موت أمي. أول ما توفت أمي اتفقوا شوية ستات يموتوني عشان أرتاح ويرتاحوا مني. دخل اسماعيل أخويا عند الستات اللي اتفقوا على إنهم يموتوني. دخلت في الأوضة اللي هي نايمة فيها، لقيت ستات واقفين يعيطهم ويصرخهم، ولقيت الزيطة دي كلها موجودة في الأوضة، والعياط والبكا والصريخ عشان والدتي، وعبد الحليم نايم لا بيعيط ولا بيصرخ ولا بيتحرك. ولقيت واحدة من اللي واقفين بتقول هاتوه عشان نرضعه من أمه عشان يموت. أنا بصيت لقيت نفسي بدون شعور بصرخ وزعق، يابا الحق يابا هنموت عبد الحليم أخويا الحق. وجي قال لي مالك يا اسماعيل في إيه؟ قلت له الست دي اللي واقفة دي عايزة ترضع أخويا من أمي عشان يموت، الحقوا يابا نجيه منهم. وراح والدي خاطف أخويا منهم ودهولي وقال لي خد ما تخافش. ستات البلد بقوا يرضعوني دي مرة ودي مرة لحد ما بقيت أخ في الرضاعة لأكتر اللي كانوا موجودين في الوقت ده. كام يوم كده ورفضت أرضع من حد خالص لحد ما قالوا ده حيموت، لكن والدي الله يرحمه اشترى لي معزة وجابها في البيت عشان أرضع من لبنها.